مساء الخير عليكم متتبعين قناتي عشاق النباتات. بما اننا فصل الربيع ان شاء الله غادي نمشيو نديرو جوله في مشتل ديال كوسكو ونشوفو شنو عندهم في الجديد. انتما البنات ها هو بدا كيجيبو لي بلونت هذا في كوسكو كيف تميكسي وتماتشي اللي بغيتي وحده كتجي فيها اربعه خلطيها اللي عنده خلاص الجرده الباكيارد وغيدير شي وريضات هذا العام هادشي قليل ماشي بحال اللي موارف ما فكيكم كثار من هادشي كنتسنى غير لونغ ويكند باش نتحت انا نخدم في الباكيارد ديالي خاصة الخدمة هاد العام خصني نشري لها التراب بزايد والغبار شتي اي واحد هذا نو ميكسين تدي نفس النوع لاخر قال لك ميكس اند ماتش هذا نو ميكسين يعني اللي هزيته هزيته في نفس النوع هذا بيرانيال هذا اللي كيعجبوني انا يعني. بيرانيال يعني غرسيه مره واحده كل عام يرجع ينوض واخا الجو قلبر كيبس وكيرجع ينوض هذا بيرانيال ولكن هذا الا درتيه كيسرح بزاف وكيطلع عقل العرق بزاف يعني خصك ديريه فشي جهه اللي ما ديريش فيه الخضار والفواكه يعني ما تغرسي فيه حتى حاجه اخرى هذا بيرانيو هذا الورد البلدي البنات اللي كيعجبهم الورد البلدي هذا هو كيطلع قوي هذا الروز هذا اللي كنت كنقلب عليه العام اللي شريته انا دي 3 سنين قبل كورونا كان غير 11 دولار ماتوا لي جوج دابا كنقلب نشري شي واحد اخر كنت شريت 3 داك الساعات قبل كورونا هما كاينين دابا كاين بزاف الانواع والعيا ما كاين هاد ديبو كيجيو منسقين زوينين بصح هادو ماشي كيتعلقو غير كيتحطو في الأرض هاهما اللي كيتعلقو دايرين 19 دولار هما فيهم اللوينات كاين هاد الشكيل هذا وكاين هاد الشكيل اللي كيجي هابط هدا
هذاك يجي مخلط للويناس مخلط. تاهو 19 دولار كاين حتى هادو. تاهو 19 دولار تمكاش شادي 90. تاهو فيه الويناس لكن غير لون واحد في كل طن، متخلطش الألوان. كاينة تشكيلة كبيرة ديال لي بلونت، ولكن هادو كيتزرعو. هادو هذا العنب، هذا العنب الكحل، هذا العنب، هذا الفرامبواز راسبيري. هذا راسبيري، هذا غوزبيري. هذو البنات دايرين بعشرين دولار. خلاص هذو غير الشجيرات بالورد. هذا جابانيز فلاورين، دابا هادي الوقيتين الا ما جيتوش دابا ما تلحقوش الصراحه، لحقاش راكم عارفين كوسكو غير كيدخل هاد الوقيته كيجيب لي بلونت صافي، ومن بعد هاد الوقيته ما كيبقاش. هذا الغبار كنظن، شنو هذا؟ لا هذا غير داك ماشي الغبار، غير داك التلفتات ديال الشجر كنظن. ها هو ماشي الغبار هذا، لا شتي ماشي الغبار، هذاك الفساد ديال الشجر يقولولو بلاك موس. هاد الشجيرات ليلاك، هاد شجرة ليلاك، هذا ديال التفاح اللي بغا التفاح. دايرين 90 دولار بغا شجر التفاح. هانتوما التفاح الخضر الحمر لي بغيت. هادي دايرين ب 55 دولار. هذا البرقوق، شجرة البرقوق. هذا النقاس، داك النقاس اللي كيكون مارو قهوي. هذا حتى هو البرقوق، قالوا له البرقوق الطلياني، ولكن البرقوق حيت كاينين جوج الانواع، كاين هذا كاين هذا اللي وريتكم هنا، هذا حمر شي شويه وهذا كحل. ها هو التشيريس لي سوريس، تاهو 55 دولار. اللي عندو شي جريدة في الدار وبغا يدير فيها شي شجيرة، أنا عندي ديال النقاس الصراحة زوينة، هداك النقاس الخضر المذاق ديالها زوين، واخا هو كيكون خضر ولكن المذاق ديالها زوين حلو. وهادو خلاص غير الشجر عادي اللي كيديرو في الجنبات ديال الجردة غير باش يحدو مع الجيران، ولا هذا غادي بلونت عادي. المهم هادي هي الجولة ديالنا في كوسكو غاردن هاد النهار، يعني هاد العام ما كاينش بزاف الصراحة، ولكن كاين موجود الخير والبركة. اللي بغى يشري شي حاجة هادي هي الوقيتة، لحقاش هادشي كيطير دغيا ما كيبقاش. اون فوا كي
كيدخل الربيع ما كيبقاش. يلا في جولة ان شاء الله قادمة الى مشينا البيبينيير ندير لكم شي فيديو ان شاء الله. البيبينيير كيكون فيها اكثر. يلا السلام عليكم، خليولي تعليق وقولولي شنو تبغيو الخطرة الجاية تشوفو باذن الله.